مشاهدينا الكرام متابعينا الافاضل، نجدد لكم هي انطلاقة جديدة من انطلاقات التحدي، من انطلاقات الإثارة، وانطلاقة شوطنا هنا المنطلق هو الشوط السابع في مجموعة الأشواط، وشوطنا السابع والخاص بانطلاقة وتحديات هنا اللقايا القعدان المحليات الأصايل هنا بشعارات أبناء القبائل التي نتابعها في صباح هذا اليوم بهذا الاندفاعات هنا الصباحية المتميزة. نتابع معكم هذه الانطلاقة، نتابع معكم هذه المسيرة، نتابع صدارة هذا الشوط، والمقدمة هو المركز الأول والمنطلق هناك بهذه الانطلاقة يأتينا هنا بهذه اللحظات. وديع هنا لسعيد بن الصغير بن حمود لينيبي من ينطلق على الصدارة وعلى المركز الأول. المركز الثاني يأتي هنا عزيز لعيلان بن سعيد بن عيلان لمهيري، وعلى المركز الرابع أم روح الضاحي بن عبد الله بن ضاحي العميمي، وعلى المركز الرابع يأتي غياث سهيل بن سعيد بن علي بن مصبح الشامسي، وخامس مراكزنا يأتينا مميز محمد بن خليفة بن سالم بن سعيد بن حلوكة من ينطلق على خامس المراكز، والمركز السادس شاهين سلطان بن عبد الله بن سعيد الجعفري، ووصل هنا ذيب مطر بن سعيد بن متعب برميدان العفاري من يقدمه هنا سابعا، وعلى المركز الثامن والمنطلق هنا هيمان جمعة بن عامر بن تريس المنصوري من يقدم على ثامن المراكز، والمركز التاسع الشهم عبد الله بن سيف بن عبد الله الشامسي من يأتينا هنا تاسعا، وعلى المركز العاشر النشمي لراشد بن عبيد بن سالمين المنصوري. هذه هي النتيجة للمراكز العشرة الأولى، ذعناها على حضراتكم في أول نداء لمراكزنا العشرة الأولى التي نتابعها. لنا عودة مشاهدينا ومتابعينا الكرام إلى الصدارة، لنا عودة إلى المقدمة وصدارة هذا الشوط بهذه الانطلاقة وهذا الأداء هنا، وانطلاقة وتحديات هنا الصدارة. والمركز الأول وديع لا زال على الصدارة، سعيد بن الصغير بن حمود لينيبي ينطلق على صدارة هذا الشوط. المركز الثاني مروح ضاحي بن عبد الله بن ضاحي بن عبد الله العميمي منطلقا على المركز الثاني وثالث المراكز، مميز المنطلق هنا محمد بن خليفة بن سالم بن سعيد بن حلوكة من يقدم على المركز الثالث، والمركز الرابع المنطلق الذيب مطر بن سعيد بن متعب بن رميدان هنا العفاري من يأتينا رابعا، وعلى المركز الخامس غياث سهيل بن سعيد بن علي بن مصبح الشامسي منطلقا على خامس المراكز، والمركز السادس هيمان يمعى بن عامر بن تريس المنصوري من يقدم على سادس المراكز، والمركز السابع شاهين هلال بن علي بن سعيد لوهيبي في أول نداء لشاهين من ينطلق على المركز السابع. المركز الثامن النشمي راشد بن عبيد بن سالمين المنصوري يأتينا بهذه الانطلاقة وهذا الأداء. تاسع المراكز القادم هنا محذر محمد بن عتيق بن عبيد بن حارب الرميثي من يقدم الناطق الرسمي على تاسع المراكز، والمركز العاشر يأتينا الغزال سعيد بن سيف بن سالم النيادي من يأتي على المركز العاشر. هذه هي النتيجة للمراكز العشرة الأولى، وأسامي قادمة خلف المراكز العشرة الأولى قادمة أيضا باعثة عن التحدي وعن الفوز والناموس. نعود مشاهدينا
الكرام إلى الصدارة. نعود إلى المقدمة إلى المركز الأول صدارة هذا الشوط. هنا والمنطلق على الصدارة وعلى المقدمة بدأ بالتسلل. هناك يأتي نذيب مطر بن سعيد بن متعب بن رميدان العفاري. وهنا المنطلق مروح ضاحي بن عبد الله بن ضاحي بن عبد الله العميمي. هو القادم هنا القادم بهذه الانطلاقة هيمان يمعى بن عامر بن تريس المنصوري منطلقا هذه اللحظات. ومحذر هنا محمد بن عتيق بن عبيد الرميثي القادم ايضا هنا مع الكيلومتر الاخير. ومن الجانب الاخر الذيب مطر بن سعيد بن متعب الرميدان هنا ايضا العفاري. وياتينا غياث السيد بن سعيد بن علي بن صبه الشامسي هنا القادم بهذه الانطلاقه. وهنا ياتينا شاهين هلال بن علي بن سعيد اللوهيب يا سلام. هنا التحديات الأخيرة لمجريات هذا الشوط وأحداثه ولكن الصدارة والمقدمة والمركز الأول وصدارة هذا الشوط مع بن تريس مع هيمان يمعى بن عامر بن تريس المنصوري. ولكن شاهين يتسلل على الصدارة على المقدمة. هلال بن علي بن سعيد لوهيبي من ينطلق بالصدارة بالمقدمة وبالمركز الأول وصدارة هذا الشوط منطلقا بالفوز وبالناموس. وتشاهدون على الصدارة وعلى المركز الأول. المركز الثاني هيمان يمعى بن عامر بن تريس المنصوري. هنا المحولات الأخيرة الله هذا الانطلاق وغياث من الجانب الآخر سيل بن سعيد بن علي بن صبح الشامسي. ولكن شاهين هو الأقرب للفوز الأقرب للناموس. سلام للسلطنة سلام. تهانينا هلال بن علي بن سعيد لوهيبي على هذا الفوز المميز الجميل ولحظة وصوله إلى خط النهاية. معلن الفوز وناموس حبت الوصول المركز الثاني. وصل مشاهدينا الكرام هيمان يمعى بن عامر بن تريس المركز الثالث. أتانا غياث السهيل بن سعيد بن علي بن مصبح الشامسي. وهناك مروح لضاحي بن عبد الله بن ضاحي بن عبد الله العميمي من وصل على المركز الرابع وخامس المراكز. شاهين راشد بن صقر بن راشد لخيالي من يأتينا على المركز الخامس. نتابع مشاهدينا الكرام هنا التوقيت الزمني ولحظة وصول شاهين 7:36 ثلاثة من الأجزاء من الثانية. تهانينا والناموس هنا أيضا على هذا الانطلاق والأداء المميز الجميل الانطلاقات والتحديات. تهانينا لهلال بن علي بن سعيد لوهيبي بينما المركز الثاني. أتانا مشاهدينا الكرام هذا الانطلاق وبهذا الأداء. هيمان هنا يمعى بن عامر بن تريس المنصوري قاطع على المسافة 7:38 أربعة من الأجزاء من الثانية. بينما غياث للسهيل بن سعيد بن علي بن صبح الشامسي سجل توقيت زمن مقدار 7:38 هنا أيضا و أو 7:39 وستة من الأجزاء من الثانية. تهانينا وناموس تهانينا للجميع.